غنعطي حبيبة ديالي قمامة، ولكن قمامة غنعطي نسهل على المستمعات لأن هي صعيبة. أنا غنعطي قمامة الكوكوط. إن قمامة اللي كنديروها في الطاجين القديمة كاين اللي كيقول لها المقفول باش كتحمر من الفوق ومن التحت الفالة. وكيبات اللحم في الطاجين. أنا بغيت نسهل عليهم. أنا براسي أسناء ما كنقدرش نبيت الطاجين، كندير قمامة في الطاجين ولكن كندير لون في الطيبة في الكوكوط. يا كسنة حتى نولي نخدم في الطاجين. هذه انا قلتها للمستمعات هي بالنسبه للحم باش كنسهل عليهم قمامه، ولكن هذه اللي غادي نعطي دابا خاصه بالكوكوط. هذه لاله غادي نقبطوا اللحم ديالنا، اللحم او الدجاج اللي بغاو. اللحم ديالنا غادي نشدوا الا كان الحماض الغلمي كتجي معتبره، المهم الاولى المليجات ولا اللي بغا. غادي نشدوا لاله اللحم ديالنا غادي نديروه في الكوكوط. انا قلت الطريقه سناء الله يعطيك الرضا، كنزولوا الشحيمه، كنزولوا ديك البلاكه اللي كتكون ديما اللحم تيتنقى بحالو بحال الشكل تنقولوا الدجاج. كنرميو ديك اللحيمه في الكوكوط، كنزيدوا عليها واحد بصله كبيره ديال البصله البيضاء. دابا باش قلت لك الموسميه نستافدوا من هاد البصله البيضاء، والبصله البيضاء اللي مصفره ماشي البصله اللي ولات ملقمه بهذا الشيء ديال اش تيقولوا ليه ديال فيجيني البالي ونعاود نقولوا لك ديال ديال البورو. ماشي ديك البصله البيضاء البورو اللي ملقمه بالبورو، البصله ديالنا العاديه البيضاء. غادي نقبطوا لاله نديروا البصله ديالنا في الكوكوط، غادي نديروا عليها شي جوج دراس ديال الثومه على حساب اللحم ديالنا، نديروا حنا حساب كيلو ديال اللحم. بصله وسنانف والثومه شي ثلاثه دريسات ديال الثومه، وكنديروا لي بزار وشويه ديال هذه وهذا والخرقوم والملحه. وكنكونوا قبل اسناء كاس ديال الماء غليان كنكونوا موجدين ودايرين فيه شويه الزعفران الحر، كنصبقوه هو الاول كنخليوه يطلق. مني كنمشيو على لديك الطنجره ديالنا كنردوها كتشحر، كنديروا الزيت الروميه هذه ما فيهاش الروميه المريقه هذاك الحيمه ديالنا، وكنزيدوا عليه هذاك الكاس ديال الزعفران الحر درنا في الماء سخون. اييه يعطيك الرضا. وكنزيدوا شويه ديال القياس ديال الماء فاش غادي تطيب لنا ديك اللحيمه، حيت غادي نخليو ديك اللحيمه نسدو عليها ديالنا، كنسدو عليها سناء. يا قلت لي بزار سناء. اييه في العطريه قلتي البزار والخرقوم والملح والسكينجبير. والسكينجبير واخا. اييه يعطيك الرضا. وكنسدو على الكوكوط ديالنا وكنمشيو نخليو اللحيمه ديالنا كطيب وشي جوج عواد القرفه ولا ثلاثه. وكنخليو اللحيمه ديالنا كطيب، كنمشيو للكويسرونه سناء. كنشوفوا دابا ها الموسميه هاد المطيشه مشكوره ديك الحمراء سناء. ديك الصغيره هذيك هي يعطيك الرضا، مطيشه طويله دابا مشكوره موسميه طيابها كيجي رائع. كنشدوها سناء كنديروها دواور، كنغسلو مطيشه مزيان وكنديروها دواور ونزلوها، وكنشدو ديك الكاسرونه ديالنا سناء كنديروا البصله البيضاء دواور. دواور دواور في ديك الكاسرونه حتى كنديروا ديك ثلاثه د البصلات وكل وكنديروا كل فرشه سناء بغبيره ديال الملحه وغبيره سنيده. فريشه 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 وحنا طالعين في ديك الكويسرونه. كنقطعوا مطيشه ونديروا الملح والسنيده. حنا كنقطعوا تفريشه د مطيشه ديك الكاسرونه ما بيناتهم. واخا يعني تفريشه د مطيشه ونديروا الملح والسنيده، وتفريشه د مطيشه وحنا غاديين يعطيك الرضا الملح والسنيده. يعطيك الرضا. وكنوليو نزيدوا عاوتاني مطيشه دواور فوق منها. عاوتاني تفريشه ديال سنيده شويه وتفريشه ديال مليحه. وحنا طالعين حتى كنديروا ديك التفريشه بحال قمامه شكل القمامه اللي غنديروا في الطاجين. كنديروا ديك الكويسرونه ديالنا فوق منها مطيشه، ولكن ما كنديروا مطيشه حتى كنخليو البصله تهبط واحد الشويه مع معلقه ديال الماء حيت البصله كتطلق الماء. كنديروا الزيت ديالنا الروميه وكنخليو ديك الكويسرونه كتبدا تغلي فوق العافيه على عافيه مهيله بشويه، كنشوفوا ديك البصيله بدات تغلي كنزيدوا التفريشه ديال المطيشه. فرشة فوق فرشة مليحة وسنيدة حتى كنخليوها. ملي كنديروها سنيدة هكا كنخليوها غير تتبدا تتغلي شوية سناء، كنغبرو القرفة، كنغبرو فوق منها القريفة وكنعاودو نديرو واحد سميتو وشوية ديال سنيدة ثاني، سنيدة اللي غادي تعسلها لنا فتجي معسلة. كنديرو ديك التغبيرة ثاني السنيدة وكنغطيو ديك الكويسرونة ديالنا وكنخليوها حتى كتعسل ديك مطيشة. مني كتعسل ديك مطيشه سناء كنقبطوا اللحيمه ديالنا كنلقاوها تغمرات وتلبات
ومطيشه ديالنا وقفات حتى هي ملبيه. كنهزها سنة نصبوا الغطير ديالنا وكنزلوا ديك مطيشه كنبداو نهزو من بالمعلقه ديك المثقبه من الفوق من التحت تنهزو يا سناء وتنبداو نهزو فوق الغطار فوق اللحم من الوسط. من الفوق حتى كتجي معسله. هذه طريقه ديال قمامه الكوكوط كتجي سهله وكتجي رائعه سناء. يعطيك الصحه تبارك الله عليك الحجه كبيره. يعطيك الصحه حبيبه ديالي. وكاينه طريقه اخرى عاوتاني نفس الطيابه، حنا قلنا نفس الطياب ديال اللحم غنمشيو نغيرو غير في الكفرونه. غادي نديرو فرشه ديال البصله وفرشه د مطيشه وفرشه د البصله وحنا طالعين كامله ما كنديرو بيناتهم والو. هادي وفصلات البصله فرشه ديال هادي حتى كنطلعو ديك خمسه د مطيشات ولا سته هذا مع شي اربعه ديال البصلات باش كتجي التخضيره زوينه فاهمه. ايوا وكنعاد كنغبرو القرصه من الاول ديالو وتنغبروا الزبيب وتنغبروا المعدنوس مقطع وجوج دريسات ديال الثومه وكنديروا سنيده. هادشي في مره يا سناء كنديروا سنيده وكنديروا القريفه وكنديروا شويه ديال الليبزار وغبيره ديال الفلفله الحمراء. هي طريقه من الفوق هادشي باش نغيرها على الاخرى. وكنخليوها سناء مع سنيده التغبيره مع الزبيب مع كلشي والزيت روميه وكنخليوها تتعسل ثاني ديك مطيشه حتى توقف على خاطرها. غير هادي في العطريه فيها القرفه والزبيب والمعدنوس والثومه وسنيده والابزار وشويه ديال التحميره وشويه ديال الزيت الروميه ومن الاول كنديروا لها العطريه. يرضي عليك صافي هادي هو الفرق ما بين الفرق ما بينهم وبين الاولى. اي يعطيك الرضا على الاخر. وتيجيو بجوجهم هذيك بمذاقها اخر وهي خضره خضره غير هذيك مذاق الخضيره ديالها في الشكل وهذه مذاقها خضيره في الشكل. وهذه كتجي بزاف مع الدجاجه سناء. هاد الخرانيه هاد القمامه هادي كتجي بزاف سناء مع الدجاج. واخا غنمشي حبيبه ديالي الموسميه ديال مطيشه دابا وقتها. هاد مطيشه الحمراء كنشدو مطيشه سناء نقولو ديك 4 كيلو ديال مطيشه ولا 5 كيلو د مطيشه إلا كتكون طابق على حقه وطريقه. كنقبطو ديك مطيشه كتنقى سناء كامله كتغسل وتحك وتنقى وتحيد لها الزريعه وتنقرضوها ديريكت في الكوكوط. تنقرضوها كاملة. هذه ديال الكفتة حيت الكفتة إلا درتي لها البصلة سناء كتجي مرزة. هذه تتجي طيابها مع طياب الكفتة بحال الشكل زعما طياب الكفتة. كنطيبوا سناء ديك مطيشة اللي كلها كنديروها في الكوكوط. كنزيدوا عليها الثومة واحد راس ديال الثومة. مقرض حتى هو محكوك في الحكاكة. وكنديروا لها الملحه وليبزار والفلفله حمراء وطريقه ديال الكمون. ماشي بزاف الكمون هي بحال اللي كنهزو بحال اللي كنغمسو ما بين صبعاننا. ولا لو كنديروا الزيت الروميه وما كنديروا لا ما لا والو وكنسدوا الكوكوطه سنه. كنخلطوها ما بين داك الزيت وكنسدوا عليها الكوكوط واحد القسمين مني تصفر ونحلو. تلقاوها طلقات الماء ديالها تنعريو عليها ايوا اراك سناء بالمغيرفه ديالنا كنبقاو معاها حتى كتولي بحال الشكل بالدغميره واقفه على حقها وطريقها. بغينا يا سناء كنا بغينا نخضروها بالخليع تنجيبو نوجدو الطرف ديال الخليعه سناء تيبقاو دوك الطريفات ديال الخليع حدانا ناشفين بلا يدان. كنديرو واحد المعيلقه ديال ليدام ديال الخليع هي طريقة باش يبن. ما بغينا سناء بغيناها بلا خليع بلا حتى حاجه ما كنديرو فيها والو تنخليوها تورق حتى مولاتي كطلق تتولي دغميره معلكه. مني كنشوفوها تعلكات ديك مطيشه عاد كنزيدو ثمان ربطه ديال المعدنوس في الاخير مقرض رقيق وكنديوها ونجيبوها سناء وكتصب في الغطار ما شهيتك فيها على حقها وطريقها. شوفي سناء وكتقبطي فوق من هذوك الطراف ديال الخليع الا كانوا موجودين. وكتنزل فوق منها الخليع ايوا تشوفي مطيشه كيف كتجي يا سناء رائعه. غيروا شويه تبارك الله عليك اللي فكرتينا بهاد الاقتراحات يعني بلديين. هذه موسميه تتجي رائعه في القرعه السلاويه. القرعه السلاويه حتى هي تتجي بحال الشكل بالدنجال هي خضرتها وخضره الخياره سناء. تتجي رائعه. كتمشي للحيمه ديالنا كنديروها في الكوكوط مغسوله وكنديروا عليها زويته
وكنديروا واحد الحكه واحد الطماطيشه وكنزيد سناء بصله وحده سنانف مقرضه هي عشوائيه وكنديروا واحد جوج دريسات ديال الثومه وكطيب طياب القدره ما طيبهاش تنديروا لها كنديروا ليه بزار العطريه ايه ليه بزار والخرقوم والملحه اللي بغى سناء مذاق سكينجبير يخرج على القدره كيدير سكينجبير اللي ما بغى سناء كنخليوها في طياب القدره اللي بزار والخرقوم والملحه والدكان شحروا ديك اللحيمه كتوقف على خاطرها بالعويتيه كتكون مهيله وحنا كنشحروا كنزيدوا الماء طايب كنزيدوا الماء غليان وكنسدوا ديك الكوكوط ديالنا وكنخليوها كطيب قياس الماء اللي غادي يطيب ما نديروش هذيك التغلغيلات الماء كتخسر لنا الطياب ديالنا تنمشيو سناء السلاويه تنقشروا السلاويه ديالنا كنقشروا السلاويه اييه ولكن مني تنقشروا السلاويه سناء كنمشيو لديك الهضره ما حيت السلاويه فيها راه شحال من خضره ديالها اللي كنزولوا لها ديك اللب ديالها هذه ديال اللي تيتحط طاجي للضياف تيحمر الوجه ما كنزولولوش اللب ديالو بحال شكل بالخيار كنخليوها سناء كلها كنحيدوا لي غير داك الطربوش وكتبقى بالقشره ديالها لا كنزولوا القشره أيه؟ ولكن ديك الدخلالي ديال اللب أيه؟ هو اللي تيعطينا كتجي مهبره في الطياب كنقسموا هذه السلاويه على جوج على حساب تنمشيو على حساب طول السلاويه اما كتقسم على ثلاثه اما كتقسم على اربعه كنمشيو حنا على حساب السلاويه الطول ديالها ما بين نقول لك ما بين الطول ديال صبعه الناس انا فعلا كيجي هذيك هي اللي كتجي معقوله يعني حتى في المنظر في الطاجين كتجي مزيانه واش ناخذوا دوك الصغيورين تيكونوا شويه فتيين احسن من دوك الكبار ياك هذوك الصغار سناء هذوك كيجيو في طاجين اخر انا كنهضر على القرعه هكا تكون مويد هذيك هي ديال الهمه باش كناخذوها بزريعتها تنشدوا سناء ملي قلنا كنقسموها كامله كنجيو غير للرويصات ما بين الروس ملي قسمناها كنديروا بحال زائد كنزولوا واحد الفويمه شويه من اللور من الفويمه ومن الجويها الاخرى ياك سناء وكنخليو الزريعه هكذا كنديروها في المويه ديالنا وتتغسل كنمشيو تنلقاو الحيمه ديالنا دخلها الطياب واما طابت اما دخلها الطياب بغينا نرميوها سناء مع السلاويه تنرميو ما بغيناش طابنا اللحم تنزولوا ديك اللحيمه ديالنا وتنديروا سناء واحد جوج بصلات كبار هادو بويض سنانس وتنزيدوا يا سناء واحد ثلاثه طماطيشات على ديك المريقه ايوا كنرميوها سناء سلاويه تنرميو ديك السلاويه ديالنا وتنبداو نهزو الكوكوط اما كنحطوها للارض اما الفوق ديالنا وكنبداو نهزو بالمغرفه ونسقيو ديك السلاويه يطلع الغليه وحنا تنسقيو وحنا تابعينها مره مره نسقيو مره مره نسقيو وندوقو سناء الا خاصه شي حويجه تنزيدها طبيعيه انا تنمشي مع اللده نزيدو هادي نزيدو الطيبه نزيدو فعلا راكي عارفه باش تطلع الطنيجره تنزيدو هكا وهكا المهم مني تنشوفو ديالنا تلبات كنقبطو قطيعه ديال المعدنوسه سناء والقصبور عاد كنديروه من الفوق كتغلي دوك جوج غليات سناء وكنعاودو نديرو الحيمه من الفوق كنزيدو طريقه د الخل طريقه د الخل بحال شكل د اللوبيا طريقه ديال الخل سناء كتغلي كتغلي ديك الطنيجره ايوا تنصبو الحيمه ديالنا تنكونو موجدين سناء الملوخيه الى عندنا في الفريغو راه حنا كنشدو ديك الملوخيه كنديروها في كويسر وانا كنجبدوها كانت طريه ديك الساعه منقيه راه معروفه قلت التنقيه ديالها كنديروها في الكويسر وانا وكنهزو مريقه من ديك اللي كنزولو اللحم كنهزو مريقه من ديك الطنيجره وكنديروها على ديك الملوخيه كطيب بوحدها خلي كنزيدو بزيره على الملوخيه وكنزيدو مليحه على الملوخيه وكنزيدو زويته بلديه على الملوخيه انا ما درتش الزيت البلديه غير في هادي غير في الملوخيه مفهوم ايوا تنخليوها حتى كتغلي ديك الغليه مولاتي مزيان عاد كنسدو الطنجره ديالنا كنسدو الغطار ديالنا وكنصبو الحيمه كنصبو ديك القرعه السلاويه ديالنا وتنجيو لذاك الوصيصط عاد كنديرو حيت من الفوق كنهزو سناء ديما بديك البصله بديك الشيء كامل اللي درنا كنهزو داك الشيء معوض حيت فوق منها البصله وفوق منها مطيشه كنهزو داك الشيء ونصبو في الغطار مني تنصبو عاد كنجيو لذاك الوصيط بحال شكل ديال القبه ديال السكسه وكنزلو عاد الملوخيه في الوسط وكنكونو مقطعين واحد شويه تمام صبيعات ديال صبعنا ديال المعدنوس رقيوق وكنغبروه فوق ديك داك الغطير
فوق ديك السلاويه وكتقدم باقي الوقت سنه. صحة تبارك الله عليك. وان شاء الله نقول لك صراحه والله ما كنسخاو بالاقتراحات ما عندك. الله يعطيك الخير وشكرا لك بزاف الحاجه كبيره. وحنا مازال لينا لقاء معك ان شاء الله قبل من العيد الاضحى باش ناخذوا المزيد من الاقتراحات والمزيد من النصائح بالنسبه للسيدات والفتيات بالنسبه للعيد الاضحى. شكرا لك بزاف الحاجه كبيره، مشكوره جدا على الدقه في يعني في تقديم هذه الوصفات التقليديه البلديه اللي كان طلبات كثير عليها. وحتى من خلال البرنامج كنا قلنا على انه هاد السنه ان شاء الله يعني في هاد الدخول نحاول أننا نركز دائما على وصفات بلدية تقليدية.